موعد وتوقيت مباراة المنتخب المغربي الأولمبي أمام المنتخب المصري في تحديد المركز الثالث لأولمبياد باريس 2024. وقبل ما ندخل في التفاصيل، الفيديو ده بالذات يستحق منا كل الدعم والتشجيع للمنتخبات العربية اللي تأهلت لأول مرة عربيا إلى الدور نصف النهائي. لأول مرة يصعد فريقين عربين إلى الدور نصف النهائي من بطولة الأولمبيات بعدما حصل المنتخب الغاني على دورة الألعاب الأولمبية في عام 92، وليه منتخب نيجيريا في عام 96 على الميدالية الذهبية، وأيضا تتويج المنتخب الكاميروني في عام 2000، وليه المنتخب النيجيري في عام 2008 وعام 2016. النهاردة المنتخبات العربية بصورة مشرفة جدا جدا بتنافس على الميداليات سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية بالصعود إلى المربع الذهبي كمثال مشرف للقارة الإفريقية، كمثال مشرف للقارة للمنتخبات العربية بجامع بكل الدول المتواجدة على الساحة العربية والإفريقية. ألف مليار مبروك فخر الرياضة المغربية بعد أداء مشرف جدا بطولي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بأداء أكثر من رائع أمام المنتخب الأرجنتيني اللي بيعد الأول عالميا، والفوز عليه بنتيجة 2-1، والفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، والفوز على أمريكا في ربع النهائي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. وفي نفس التوقيت استطاع المنتخب المغربي من إحراز العديد والكثير والتتويج بكثير من الألقاب، أبرزها الحصول على لقب هداف أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيق سفيان رحيمي ل6 أهداف في البطولة متصدرا جدول هداف البطولة. ألف مليار مبروك الصورة المشرفة لكل عناصر القارة الإفريقية، لكل عناصر المنتخبات العربية، لكل عناصر أسود الأطلس، بداية مشاركة من منير المحمدي في حراسة المرمى بالإضافة للمتألق الرائع أشرف حكيمي، وأيضا المتألق زكريا الوحدي والمهدي بومكامير بالإضافة إلى أمير ريتشاردسون، وأيضا في ظل غياب بلال الخنوش عن مباراة نصف النهائي اللي فرق يعتبر بنسبة 50% في أداء ومستوى اللاعبين، وفي ظل تواجد إلياس بن صغير إلياس خماش والرائع المتألق عبد الصمد الزلزولي، على الرغم من المنافسة الشرسة جدا والهجوم القوي جدا ضد اللاعب، إلا أن المنتخب المغربي في ظل تواجد عبد الصمد الزلزولي وجدنا ولمحنا، وأيضا في ظل المستوى الرائع جدا على الجهة اليسرى في ظل انطلاقة ولا أروع من المتألق الزلزولي استطعنا من بناء العديد والكثير والضغط على المنتخبات المشاركة عن طريق المتألق الزلزولي، وأيضا في ظل المجهود المبذول في ظل الضغوط المتواجدة على لاعب يستمر منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90 وإن لم يكن فوق 90 باحتساب الحكام المشاركون في اللجنة الأولمبية بوقت إضافي يتعدى الوقت الأصلي، يتعدى فوق 20 دقيقة سواء في مباراة الأرجنتين أو في المباراة نصف النهائي أمام منتخب أسبانيا 12 دقيقة في الشوط الأول و10 دقائق أن لم يكن 8 دقائق في الشوط الثاني، طبعا يعتبر مجهود مبذول لكل عناصر الكرة الإفريقية، لكل عناصر الكرة المغربية، ولكل أيضا عناصر منتخب الفراعنة اللي قدم مباراة ولا أروع في نصف النهائي أمام فرنسا، المنتخب المنظم والمستضيف للبطولة وعلى أرضية ووسط جمهور المنتخب الفرنسي، وعلى الرغم من حالة الطرد اللي تلقاها المنتخب المصري منتخب الفراعنة في الدقيقة 92 من أحداث اللقاء، كاد المنتخب المصري أن يفجر مفاجأة مدوية بالفوز على المنتخب المنظم والمستضيف للبطولة المنتخب الفرنسي بعد تقدم المنتخب المصري على فرنسا. ألف مليار مبروك لكل المنتخبات العربية المشاركة
في بطولة دورة الألعاب الأولمبية، وهنا نأتي لمعركة الحسم بتحديد المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية والحصول على البرونزية لأول مرة عربيا بعد تألق أكثر من رائع، حينما يلتقي الأشقاء العرب المنتخب المغربي الأولمبي أمام منتخب مصر الأولمبي في مباراة تحديد المركز الثالث من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 يوم الخميس القادم الموافق 8 أغسطس في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6 مساء بتوقيت مصر، نفس التوقيت 6 مساء بتوقيت كل من مكة المكرمة العراق وسوريا الأردن لبنان وفلسطين، 7 مساء بتوقيت الإمارات العربية بملعب تانت بفرنسا. 1000 مليون مبروك الأداء المشرف لكل المنتخبات العربية المنتخبين الأشقاء المشاركون، وبتأهل مستحق جدا لكلا المنتخبين، سواء المنتخب المغربي اللي صعد من مرحلة المجموعات كأول، المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبتفوق لا أروع عن المنتخب الأرجنتيني المرشح الأول للفوز بهذه البطولة، وأيضا الفوز على المنتخب العراقي في الجولة الثالثة بنتيجة 3 أهداف ليصعد كأول المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وأيضا منتخب الفراعنة اللي قدم بطولة ولا أروع وصعد كأول المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد التعادل أمام الدومينيكان، التعادل السلبي يعود مجددا ويفوز على أوزبكستان في الجولة الثانية بنتيجة 1-0 لا شيء، كما فاز على المنتخب الأسباني في الجولة الثالثة الحاسمة بنتيجة 2-1 ويصعد كأول المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وليضرب موعدا مع منتخب باراغواي ويفوز على منتخب باراغواي بتألق ولا أروع لحارس مرمى منتخب الفراعنة الحارس حمزة علاء اللي تصدى لكرة من منتخب باراغواي في ضربات الترجيح، ويعطي فرصة التقدم للمنتخب المصري بالتأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب باراغواي بضربات الترجيح. 1000 مليون مبروك لكل عناصر المنتخبين الأشقاء سواء أسود الأطلس أو منتخب الفراعنة، الأداء المبهر والرائع جدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مع العودة في الدورات القادمة بمشيئة الله تعالى، مع أطيب التمنيات ببرونزية وأداء ولا أروع ونتمناها عربية خالصا من القلب في ظل انتماء الجمهور سواء الأشقاء العرب المغاربة مع المصريين في مباراة القمة التحديدية، إلى مزيد من التألق سواء هنا أو هناك، واحد ولا شيئان ولا فرق بين الأشقاء العرب في المباراة التحديدية، إلى مزيد من التألق والانتصارات وعودة حميدة في دورة الألعاب القادمة إن لم يكن في كأس الأمم الأفريقية المغربية اللي بيبعدنا عنها أشهر قليلة بمشيئة الله تعالى 2025، إلى مزيد من التألق والانتصارات، إلى مزيد من التقدم والإنجازات للمنتخب المغربي، المملكة المغربية، أيضا فخر الرياضة العربية، إلى مزيد من التقدم والإنجازات وإلى مزيد من التألق والانتصارات، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.